باين ان انت بتحلم. يا واد يا يوسف هيسعك ايه؟ يا نهار اسود، دمك عايزة تعرف الساعة عشان تدخل تتفرج على جمال الحريم. ربنا يستر. والله هسألهم ليه، ما التابلت جنب اهو. ده معاد المسلسل. انتوا يا عيال رحتوا فين؟ تعالوا لي. انا عارفه انتوا فين، اطلعوا بالزق اسلكوا. مش هتطلعوا طب انا جايلكوا. يا نهار اسود، تعالوا لي. تعالى على صغير انت. يا ماما حرام عليك اللي انت بتعملي فينا ده، كل ما بتتفرجي على المسلسل ده بتبهدلي ايدك. اخرس يا واد انت وهو. يلا تعالوا اقعدوا قدامي. سيبيني من النبي يا ماما، انت قدرت عليا امبارح، قدرت على يوسف النهارده. ده بقيت احلم باحلام واشوف، بقيت اعمل حمام على نفسي. افضلوا مرزوعين مكانكم، مش عايز اسمع ولا نفس. ما عليك يا ماما. طالخ زالخ. طلخ طلخ ايه يا ماما؟ ايه اللي انت بتعملي فينا ده؟ اسكت يا واد انت. ماما وانت تطبخي تاني بيضة، ما بحبش البيضة، اعملي اكل تاني. انا هطبخش يا واد انت، انت تقعد وتخلص خالص. انا عارفه انتوا جايين ليه وطلبكم موجود. احنا ما جيناش في حاجه، انت اللي جبتينا غصب عننا من تحت الترابيزه وعماله تجربي فينا. وكمان لما بابا يجي اقول اخرس يا واد انت وهو. هو انتوا ولا ابوكم بتفهموا حاجه؟ دي طاقه كبيره. انا داخله اتفرج على المسلسل، مش عايزه دوشه ومش عايزه صوت ولا نفس، مفهوم؟ لا ايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما؟ انا هحفر هنا تحت البيت ده في اثار. اثار؟ ده المسلسل عمل شغل عالي المرة دي. تعالوا يا عيال تعالوا كسروا معايا. يعني نحفر على ضمانتك؟ بابا لو جه وشاف الحاجات دي مش هتعرف تحمينا ولا تحمي نفسك. احفر يا واد انت اهو وانت ساكت. تعالوا يا عيال احفروا معايا، ساعدوني عشان نطلع الاثار، ده احنا هنغتني وهيبقى معانا ملايين. احفر يا واد انت اهو هنا، احفروا هنا زي ما بقول لكم. يلا اعملوا بسرعه. الخراب والدمار اللي انتوا عاملينه ده. ماما يا بابا خلتنا نحفر عشان نلاقي اثار ويبقى معانا فلوس كتيره. انا جالي هاتف ان في اثار تحت شقتنا. مش مصدقني؟ طب دلوقتي هتشوف. اثار ايه يا هبل يا ابني الهبل انت وهو؟ ده البيت جديد ما بقالوش 15 سنه مبني. وكان في ستال الزمان ولا ايه؟ ايه ده؟ طبق؟ مش ده الطبق يا اولاد اللي كل شويه اقول لك هو فين، تقول لي حاضر هدور عليه.